ولمزيد من التفاصيل مشاهدين على المباشر نتحول بكم إلى مستشفى بوفاري، كي تتواجد هناك منذ الصبيحة زميلة هاجر زليلف. مساءك سعيد. إذن التفاصيل تردنا تباعا، أين تم تسجيل حالة وفاة منذ مساء أمس حسب مدير الصحة بالنيابة للبليدة بعد تسمم حاد تجهل لحد الساعة أسبابه، إلى غاية انتظار نتائج معهد باستور؟ هل من تفاصيل جديدة استقيتيها من المستشفى؟ نعم زميلي بس مشاهدي قناة النهار، لازلنا متواجدون بنفس المكان من أمام مؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك. وصلتنا معلومات من داخل المستشفى من أحد أعوان شبه طبي، قيل أن هناك حالتين وفاة أخريتين، طفلة صغيرة ورجل كبير في السن. لا نعلم السبب، يعني هي حالتين وفاة بعد الحالة التي توفيت ليلة أمس. الحالات مؤكدة؟ مؤكدة نعم، من عون شبه طبي يعمل بداخل المستشفى. تفضلي هاجر. أيضا معي والد طفلة، ابنته متواجدة بالمستشفى منذ 6 أيام. أعطينا تفاصيل عن متى يعني حضرت بنتك لهذا المستشفى وشنو هي الأعراض اللي كانت عليها، تفضل. السلام عليكم وصحة عليكم. أنا بنتي راهي هنا في المستشفى تاع بوفاريك، عندها 6 أيام، حاليا عندها 6 أيام. في البداية شغل جاها رافي بلاس ومتكية، ما تزغد ما والو، ما تاكل ما والو، ديتها لود العلايق لوبيطال تاع ود العلايق، وبين قوسين يعني أكد الوزارة هذه والدولة والمدير تاع الصحة اون بيرسو تاع 09 هنا تاع البليده واد العلايق، ديت بنتي زوج خطرات. الاولى جازت عند طبيبه، جازت عند طبيبه طاتني ساشي تاع دواء، ضربت دو جور عاود رديتها، عاود رديتها ثاني نفس المستشفى طاني ساشي تاع دواء وجيت. تروا جور طبلا ما تحركت، ما زاد عليها والو، بورتو تاكل بالدواء، ما دار لها الدواء هذا حتى شيء. جبت بنتي لوبيتال دو بوفاريك لهنايا، شافتها طبيبه عطاتني بريه، جوزتها لا كلينيك الفوقا، الكوتي الفوقاني، الكوتي هذا يسموه منصوري، داروا لها لي زاناليز شدوها. شحال هي في المستشفى هنا؟ عندها اليوم 6 أيام. راك تدخل تشوفها؟ تقريبا قولي سرقة، ندخل نشوفها نورمال، ندخل نشوفها نقصر معها شوية ونخرج. عندك وين تشوف؟ الأعراض تاعها مازالها بالحمى، مازالها بتقيؤ؟ الأعراض هي باش نكونوا في الصورة، باش المستمع يوعي ولاده وما يصرى والو للعائله ان شاء الله كل واحد. الاعراض هي تجي تقيه لا في بلاس، حاشاكم لا دياري، لا دياري بزاف، وشغل واحد مصروع، هذه هي الاعراض. كنت قلت لي انه فريق طبي تنقل ليك ليله امس وخذوا عينات تحاليل. نعم البارح جا لي فريق طبي للدار، خذوا عينات من عند ولادي، مام يما بابا داو كاع علينا عينات، عينات وراحوا. قصيتو يعني علاش هاد التحاليل؟ استفسرت، حاولت تستفسر عن سبب ما جي؟ المشكله راهي هنا، المشكله راهي في السؤال، شكون اللي يعطينا الجواب؟ انا واش راني نحوس دوك؟ انا كان كاب انا راني نحوس على الجواب. كاينه هضره معقوله هنا، راه يقول لك كاينه زوج حالات وفاه، وكان يقول لك حاله وفاه في البليده. دوكا كان هنايا، دوك رانا سمعنا باللي قال لك كاين 3 حالات وفاه. دوكا يعني تاكد انه بنتك راهي هنايا في مصلحه الامراض المعديه، وانت هنا من بوفاريك؟ انا من بخليل، بلديه بنخليل، اما سما ماشي بعيده على بوفاريك بزاف. حنا دوكا واش حابين انا نديرو ولا واش يعطونا دوكا الجواب تاعنا؟ دوكا قال لك كاين 3 حالات وفاه، اسكو الوفاه هذه مؤكده ولا مش مؤكده؟ دوكا اكدوا لنا، حنا ما طلبنا والو، اكدوا لنا الوفاه هذه. الصحيه تاع بنتك راهي تتحسن؟ حاليا راهي تتحسن، علاه؟ باسكو السيروم شكون يديروا لها غير بالسيروم برك، حالتها تحسن. شغل كانت مصروعه، ما فتحت عينيها، ما اكلت شويه، اكلت حبه تفاح شويه ما شويه ما، شغل راهي في تحسن. قالوا لك وقتاش تخرج؟ ما كانش، واش نقول لك؟ انا راني نسال ما لقيت حتى جواب. دوكا برك سالت ما كانش يجاوبني. قال لك فيروس مجهول، فيروس مجهول، ما فهمناش فيروس مجهول هذا. انا في الديبي قالوا لها عندك كلاوي. في الديبي جبتها لهنايا. شكرا. معي مواطن اخر ربما لديه يعني هذا ما من الحنفيه. هذا متاع العين اختي.
ما كان لها تسميت. ملعت القرعه دوكا. عمرناها دوكا تحبي الفيديو نوروها لك عمرناها. ما كان لها نعطيك تسميت عاودي تمرضي. حاشاك ريحه تاع الزيكو حاشاكم. ريحه الزيكو ها شوف الماء كيف اصفر. زعما هذا الماء يلحق الالجي وين ساكنين؟ ما يلحقش. هذاك يلحق لهم ما سعيده ناتيرال. حنا هاو يجينا يقتلوا فينا. هاو سبيطار يبعثوا فينا ها. يا وديروا لنا حل، لازم تديروا لنا حل، الناس هنا يتموت. خديتوا احتياطاتكم ما تشربوش من الملح. الاحتياطات بصح الزوالي ما يديش الاحتياطات تاعو، تا شهريه واحد يدي زوج ملايين، يشري سعيده. سعيده بكره طيب يدي 600، سعيده ولات غاليه. بكره كي جا المرضى هذا نبقى فقط مع والد الطفلة المتواجدة الآن في المستشفى فقط إن تسمعيني هاجر زليلف. نبقى مع والد الطفلة المريضة المتواجدة الآن في المستشفى. هل يعني تم عزلها وعدم الاقتراب؟ يعني تم منع الوالدين من الاقتراب إليها؟ نعم أخي سفيان إذا أمكن. أنت كوليد دقيقة فقط، كولي طفل متواجد الداخل، خلاوك يعني سمحوا لك باش تدخل داخل وتشوف الابنة تاعك ولا لا؟ لا سمحوا لي وشفت الابنة تاعي وطمأنت عليها. آخر زيارة لك ليها وقتاش كانت؟ آخر زيارة البارح. شنو حبيت نوصل واحد الميساج برك للوزاره والمدير الصحه تاع بليده هنايا وعلى راسهم الوالي. الطبان ما كاش، اصحاب المآزر البيضاء ما كاش، تقريبا 50% ما كاش، يدخلوا البيروات تقبل التليفون تكونيكتي والحاله ما كاش. انا كوالد ونجهد وين نحب ونشهد. وصلت الرساله، نعطيه برك الكلمه فقط لانه هو ايضا الوالد تاعو اذا امكن. نعم بس عوده اليك للاستوديو. تفضلي فقط اذا الوالد تاعو مريض متواجد على مستوى مستشفى بوفاريك. نعم والد تاعك ايضا، وقتاش دخل المستشفى وشنو هي الاعراض تاعك؟ البارح في الليل، البارح على المغرب طاح لنا في الدار. كي طاح في الدار جا خويا دان. كي دان شنو الاعراض اللي كانت عليه؟ باش كان الحمى. الحمى كي طاح جا خويا قال له واش بيه؟ قال له الحمى مانيش نقدر نوض. ايا جا دا للسبيطار، كي دا لوبيطال تاعنا عندنا في شفا بحثوه لهنايا. كي بحثوه دوكا راهم شادينهم يطولوا في لي زاناليز، نبعثوا فيهم من الشفا ونعاودوا نولوا. دخلتوا اليوم شفتوا؟ دخلنا معانا مع قاعدين. كيفاش راهي حالته؟ تتحسن؟ الحمد لله يا ربي يهدر لاباس الحمد لله يا ربي. دوكا بصح راهم شادينه. اش قالوا لك يا خويا؟ والله ما على بالي دوكا انا ما نقدرش نعم. شكرا. نتمنوا له الشفاء العاجل ليه ولباقي المرضى اللي راهم بالمستشفى. عوده اليك بس للاستوديو اذا كانت هذه تفاصيلتي بحوزتنا من امام مستشفى بوفاريك بولايه البليده. شكرا جزيلا.